وشاح حمد بن خليفة، وأنت أول واحد يأخذ هذا الوشاح ويستلم هذا الوشاح. طبعاً هذه لجهودك مش فقط في الأخيرة في اليونسكو، ولكن في عطائك لخدمة هذا البلد، وهذا أغلى شيء باسمي وباسم هالقطر كلهم. طول عمر أنا فخور بهذا الوشاح وبما يحمله من اسم، وفخور بهذا التكريم من هذا الرجل العظيم الشيخ تميم بن حمد بن خليفة هداه الله وحده.